ابن عمي شايف قديش وشك حلو علينا؟ نحن صار معنا مصاري. زي شو؟ رح قلها لأمي تعطينا نصهم ورح خليهم عنا هون بالغرفة، مشان هيك يعني إذا خطر ببالك تفتح لك شي دكانة شي شغلة تشتغل فيها يكونوا موجودين. انت عم تفهم علي شو عم قلك ما؟ ليش هيك بعدت عني؟ أنا زعجتك بشي؟ حكيت شي ضايقك؟ أنا ما وصلت لهالمواصيل إلا من شان المصاري. قتلت لأني كنت جوعان. إيه جوعان. بس يا ريتك ما قتلتي يا نزيل. كان لازم تاكل ورق الشجر. ولا تقتل ولا تحمل دم حدا يوم لأيامي، بس كله منك يا أبي، كله منك. الله يخلي لي إياك. واحد قتال قتلها مخطوب الوالدين، لا تتأمل منه خير بنوبها. شو يعني؟ يعني لا بقى تفتح معه سيرة الهريبة بنوب. شنو بكرة بس يطيب من شرحه رح يخدرك، ومو بعيد بنوب انه يقتلك. دكتور انت لازم تقتل قداس. اقتله؟ ما بقدر، انا مهنتي ساعده وابقى معه لحتى يطيب. بس هيك واحد لازم يموت. بس أخلاقي المهنية ما بتسمح لي. لك تلعن عن أختنا هيك أخلاق مهنية إيه؟ شو بك؟ مطيع لا تغلط. مشان الله الله يوفقك، فهم علي. هلا أنت ما بدك تطلع من هون، ما بدك تهرب. إذا بدك تهرب لازم تقتل أبو الرجا وأسعد وحامد وهارون مع قداس. صعب صعب كتير. ايه صعب صعب مثل ما بدك، بس حسير شو بقى جاهز حالك للموت. ايه جاهز لحالك للموت، انا وانت وصخر. بس انا ما بدي موت يا مطيع. ما بدك تموت اعمل اللي عملك عليه. انت لازم تقتل قداس باي طريقه، وابو الرجا كمان لازم يموت. اسمع لقلك، قل له لابو الرجا انه هو مريض وعطي دواء سمي يقتله. بس فعندي حامد، حامد اتركه علي، هذا بقدور عليه. شو قلت؟ مالك موافق معي؟ بسيطة مثل ما بدك، بس وينك؟ فكر منيح قبل ما يرجعوا. ها وهن وين راحوا؟ والله ما بعرف وين راحوا. يكونوا مثل العادة رايحين يقتلوا لهم شي حدا بيأمر من الفرنسا. ماشي ماشي. Ooh.
اشوف. لك يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا يلا جاي جاي. مين انتو؟ بعد عنا يا وطيب، بعد عنا رفعت. سيب حلاك ولا هزوا بدنا. صاد بعد عنا يا وطيب. هارون فتح عيونك ولا يهمك. سيدي انا بورجيك يا وطيب. مين انتو؟ ربين انتو؟ بعد حدو بعد حدو يا ابعد عنا يا قليل الشرف. ابعد عنا يا رب. ابعد عنا. ابعد عنا يا وطي. أعمل حالي إني ما شفت شيء مو ناقصني. وصل ابو رضا يا رجال. الحمد لله على السلامه.
السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شباب. جبنا السلاح كله. لك الله حياك. الله يحييك يا رب. الرضا شرف عليك. شرف. الله يعطيكم العافيه يا رب. تفضل. هيك عم جري. والله شوفتهم بترد الروح. اي والله. صحة. شراب. الحمد لله ربكم يا سرا. الحمد لله رب العالمين. وهلا بس نرتاح شوي بحكي لكم شو صار معنا. ايه ريحوا ريحوا. الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. والله ما شفت لما فاتوا على الحاره لاني كنت باخر الحاره عم اضوي فانوس مطفي. ايه بس انا شفته. ليش ما خبرت اهل الحاره هذا؟ ليش؟ لانهم كانوا فايتين يا قاتل يا مقتول، ولما نويت اطلع لعندهم لقيتهم حاطين لي ثلاثه على باب القهوه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عبود يا عمي روح شوف ابو جواد شو صار فيه. يلا بيامر عليه. شو هالقصة؟ شو هالقصة؟ حول ولا قوة الا بالله. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. عبد يعطاكم عمر. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ولي على عمتي ولي على عمتي ولي على عمتي ولي على عمتي يا عدلي يا ابو يا ابو. باية بحياتك اختي معدلي. الله يجعل مسواء الجنة. دايلو يا مختار بنتي عدلي اخطفوها، ولولا ستر الله وبناتي التانيات كانوا نايمين عند خالتهم كانوا خطفوها كمان. راح نجيب لك اياها ان شاء الله، راح نجيبها بسلامة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا جماعة اكرام الميت دفنه. رحمة الله عليه. رحمة الله. ترحم عليه أختي بعدلي. رايحين نبعث الشباب ياخذوه على المغتسل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله. خير مختار خير. اسمعوني يا اهل الحاره. الحاره هذا صوت عبود. ايش عبود؟ لا 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 بعدنا. شو بك عبود؟ شو في؟ عمي المختار ام جواد. ام جواد شو بك؟ طلع مقتول. يا ابو جواد مقتول. يا اعوذ بالله. يا حسبت عليك يا عبود. يا حسبت عليك يا عبود. يا عدلي انا راجي. اوعك تتحرك من هون، عاوزك بامر ضروري. حالي امرك. قولي قومي فزي انت وهي وهي. رحبوا بضيفتنا. قولوا لها اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اعلى. اهلا وسهلا. مالي سمعان. اهلا وسهلا. اهلا وليك. اهلا وسهلا. يلا روحوا عملوا لها اكل بتكون جوعانه. خطي. لا 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 انا ما بدي اكل. ما بدي اكل. لا 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 بس انا بدي اكل. بدي اكل. يلا تعالي. انا بدي روح على البيت. بدي روح على البيت. انا بدي ضل هون. شان الله خاف الله فيني. شان الله. شان الله خاف. خاف الله. الله خاف. لك انا خاف الله. هيك بموت على عبد الله. تعي 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 شربة شاي. علي شاي. لو شو ما كان السبب وشو ما كانت مشكلتهم مع اهل الحاره ما بيصير يقربوا على الحريم. ما حدا بيقبل على حاله انه بناته ينخطفوا. انت بتقبل على حالك؟ لا ما بقبلها. ايه ها هذا حكينا اخي. لازم نخاف نحن على اعراضنا وعلى اعراض الناس. مشان هيك ما لازم نسكت على اللي صار ببيت ام عدلي. هدول قد ما كان بضل اسمهم بنات الحاره. ما رح نسكت. ما رح نسكت. يا مو الحريمات لازم يرجعوا لانه ما دخلوا ميتارنا مع اهل الحاره. يا
يا حرام عليهم يا حرام. سلام يرمي الفتن، سلام يرمي الفتن، ما في حدا بيمنعه. شو القصة مختار؟ لسه كل ما غبنا شوي عن الحارة بنرجع بنلاقي مصيبة. هذا اللي صار يا صياح. شو قصدك صياح؟ قصده إنه في واحد من الحارة عم يوصل خبر لأبو الرجا عن غيابنا. يعني في داسوس بالحارة. وأنا كمان قلبي هيك عم يقول لي. بس منو هذا الحدا؟ مين؟ يا مختار، لازم نعرف مين هذا الداسوس اللي بيناتنا. لأنه إذا ما عرفنا رح نروح أنا وأنت وأبو سليم وكل رجال الحارة. كلامك مزبوط يا صياح. يا جماعة، إذا كان في حدا ضدنا بالحارة ما في غير واحد بس. من هو؟ مظهر الواطي. ماشي، رح أجي معك والمظهر. إذا في حدا عم بيوصله لمظهر لازم نعرفه اليوم قبل بكرة. وهذا هو يلي لازم نكشفه ونعرفه. يعني جماعة أبو الرجا سرقوا نساء وقتلوا اثنين من حارة. الشيء اللي صار مو مقبول، وإذا أهل الحارة ساكتين اليوم ما عملوا شيء بكرة ما رح يسكتوا. يعني معهم حق. النسوان ما دخلوا؟ شلون عم يهربوا على النسوان؟ شو لها علاقة؟ مظهر بيك، أنت شو هاي اللغة بتحكي فيها؟ أنا عم بحكي هيك لأني بعرف أهل حارتي، وبعرف إنه مستحيل يسكتوا إنه واحد من البنات تنخطف. شو يعني؟ يعني اللي انخطف بده يرجع على بيته وبدون ما يتآذى، واليوم قبل بكرة. انت ليش عم يحكي وكأنه هدول ناس بيخصوك؟ انا عم بحكي هيك لأنه بنت حارتي هي عرض الحارة وعرضي. انا صحيح عم بشتغل معكم بس إلا النسوان هي كبيرة كتير وكتير. تخبروا لأبو رجا، يا بيطالع اللي عنده وعلى الحارك، يا أما الشام كلها بدها تطلع بالضحك. بدنا نقتلهم بالسكين بالعصي لكب أضفيرنا، ما رح نخليهم عايشين. لا والله نحن معك صياح، معك على الموت ويدنا على ايدك. لازم نقتلهم هلأ هلأ مختار. هلأ ما بيصير، ما بيصير يا جماعة. سلاحه صار عنا، شو مستنيين؟ عم قلكم ما بيصير، الشغلة بدها تحضير، بدها استعداد، مو هيك خبرة؟ استعداد شو يا مختار؟ يعني بدك كان نموت واحد واحد؟ والله العظيم هاي الشغلة زادت عن حدها. حقك يا صياح، الشغلة زادت عن حدها، بس مثل ما قال المختار، بدها تحضير واستعداد، لأنه إذا كسرنا قدامهم مو حلوة بحالنا بنوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلونا نطلع بالأجر هلأ وبعدين نرجع ونحكي شلون بدنا نهجم عليهم. قولوا والله. يلا شباب. ما بعرف اذا جابوا سلاح ولا ما جابوا، بس اللي بعرفه انه الكل رجعوا على الحاره. يعني انت بفكر انه يمكن اهل الحاره يهجموا علينا مشان سرقه وحده بنت؟ لا تستبعد شيء سيدي، لانه العرف عنا بيقول الف رجال يموت ولا بنت تنعى. شو يعني ولا بنت تنعى؟ يعني ما حدا يعتدي على شرفها سيدي. يعني كلام مظهر كان مظبوط. ها فهمت فهمت. أنا شو بدي أكتر من إنه توقف مع أولاد حارتك؟ أنا مع أولاد حارتي. يا أخي شلون أنت مع أولاد الحارة وعم تتعامل مع الفرنساوي ضدهم؟ أنا مع أهلي وناسي، فهمي بقى، فهمي. يا رب إن شاء الله. أنا ما بدي غير أرفع راسي فيك. رح ترفعي راسك فيه إذا ما تقبر إلا. آه
يا رب يا رب. بقى بتسلم لي على الكوماندان شيتك وبتقول له شبيك لبيك مالي ابو الرجا معي فلت البنات. ولماذا يا ابو الرجا؟ بدك بالقلم نشرح، لانه ما حدا حيسترجي يهاجمني مشان البنات، والكل بيعرف انه ابو الرجا ورجاله قادرين يفوتوا على اي حاره ويقلبوا عليها واطيها. كما تريد يا ابو الرجا. المعلم ابو الرجا. كما تريد معلم ابو الرجا. ها هذا الحكي اللي بينحكى. وصلوا للضابط، وصلوا. شرفوا 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 شرفوا. هيا هيا. حامد حامد سيدي كوماندان يريد منك ان تقتل ابو الرجاء وباقصى سرعه. ابو الرجاء اجل ابو الرجاء. وبعد ان تقتله يا حامد ستكون انت المعلم من بعده. لا صح. هيا هز بدنك ابو الرجاء. لا قوة إلا بالله. الله يرحم عدلي ويرحم أبو جواد ويصبر أهلهم يا رب. آمين. ولأمتى هالحالة؟ لأمتى؟ الله هيك يفرج علينا يا رب. صبحي قوم شوف الطريق بسرعة. شلون بدي اشوف مظهر بيك وانا ما عم بقدر اتحرك من هون لك اسعد؟ شلون عندي هاي الحركه؟ انا بامن لك اياها بعد يومين من دون ما حدا يحس عليك. ماشي. لا تاكلها. ماشي. لك ليش مانك على بعضك اسعد؟ شوفي صاير معك شيء؟ انا خايف منك. خايف مني؟ ليش انت شو ناوي تساوي؟ بدي اهرب من هون. بدي اهرب من عند ابو الرجاء. لك وانا معك لك اسعى. لك خدني معك. لك ببوس ايدك خدني معك. وطي صوتك. مشان الله خدني معك. وطي صوتك شبك. احكي احكي. رح اخذك معي. بس انت مو عاجبك الوضع كله هون صح ولا لا؟ والله. لا والله مو عاجبني. مو عاجبني بنوب بنوب لك اسعى. ماشي. جهز حالك للهريبة. بس مو لحالنا. مين بده يهرب معنا؟ مين؟ هاي الرواية بحكي لك اياها بعد يومين. ماشي. لك اخ مات الولد وراحت البنت. وحدي الله وحدي الله. مات الولد وراحت. لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك. حسبنا الله ونعم الوكيل. مات الولد وراحت البنت. مات الولد وراحت البنت. مات الولد وراحت البنت. مات الولد وراحت البنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. بإذن الله رح ترجع بنتك. يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طولي بالك حبيبتي. طولي بالك. الله يكون معك يا حبيبي. قولي على أبدي. قولي على أبدي. الله ما بينساها. وأكيد رجال الحارة ما رح يكنوا ولا رح يهدوا لحتى يرجعوها بخير وسلامة. يا رب. يا رب. استودعتك بنتي. يا من لا تضيع عندك الودائع.
ابني مات لا اعتراض على حكمك يا رب العالمين، بس بنتي بدي ترجع لي بجاك المين الوجع عندك يا رب العالمين. وحدي الله يا أمك، وحدي الله، وحده الله يا جماعة. لا إله إلا الله. سمعونا الفاتحة يا صبايا، سمعونا الفاتحة. خلصنا يا عمري، خلصنا. عملت شغلة كتير منيحة. أبو الرجع راسه صار كبير وكان لازم يموت من زمان. نحنا كان لازم نجيب واحد غيره ينفذ الأوامر بسرعة وفوراً، لأنه أبو الرجع صار يسرق ذهب مشان هو لحاله، وهيك ما بيصير. أخبرت حامد أن يستلم العمل بعد مقتل أبو الرجاء سيدي كوماندان. برافو. بس كمان حامد لازم بعد شوي يموت مشان ما يكبر راسه مثل أبو الرجاء. وي ميسيو. برافو موريس. ميرسي بوكو ميسيو. احترامي. إيه بس خايف الفرنساوي يقاتل مع أبو الرجاء. أمي خلينا نبيع الأرض ونبيع البيت الثاني ونبيع كل شيء في مالكانات عنا ونحوله لذهب، صار ما صار رأسا منهرب. معك حق، من بكرة رح بلش بيع احتياطا. إيه وبنهرب بسرعة. لا ما حنهرب أمي، الله يرضى عليكي. Thank you.
لك شو صار معكم؟ لك يلا لك بسرعة اسعد بسرعة يلا شباب يلا شباب يلا حامد يلا عجل حامد عجل بس ما يكونوا أهل حارة القصب واستحكموني جيبون جيبون عملتها يا عتمة الكلب كل شبر فيك يقول أي الله يحمي أي أي بس لو مالك لازمني لكن شقك نصين بس كل شي بوقته حلو يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو وينو سيدي ما رح انسفها ورح تروح معي على الحارة يعني رح تروح معي لك شو بك يا زلمة انت صرت واحد منا اسعد انا قررت عنك الشغلة ما بدها تفكير ان شاء الله خير اكيد خير ما لقيناهم شو اي ما لقيناهم يعني فص ملح وداب اكيد راحوا على الحاره مالين بتنط باربعتك الحاره ما بترجع لحتى تجيب لي خبر منهم درمي لشوف
أمرك مالي. حامد روح ريح روح روح. الله حينك. مقدار. الله حيو. يلي بقلبه عدم الحب والإحساس، يلي بقلبه عدم الحب والإحساس، بيفرح انزاد الألم. يا جبار الخواطر يا رب. مرحور أنا الريان. لم علينا عبيدك يا رب. الشيخ 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 الشاد للبيع. بطاطا 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 بطاطا. الشيخ 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 الشاد للبيع. معلم بيان مشار تكب معيتك. على راسي. كيفك سيد صياح؟ على راسي. شو رأيك بهالمقشي؟ بدك تشتري؟ لا لا ما بدي ما بدي شيء، بس بدي افهم منك كم شغله. خير سيدي؟ شو بدك تفهم مني؟ انت من زمان بتبيع مقشات؟ وقفني صياح وصار يسألني، بس لهجته معي ما حبيتها بنوب، خايف يكون شاكك فيني. شو سألك؟ صار يسألني انه كيف عم بيع المقشات هون بالحارة، وانه ما ضل في رزقه بكل حواري الشام غير هون. الحمى، وشو قصده من هالأسئلة؟ أنا شو بعرفني شو قصده، بس أنا خايف، خايف يا أخرس. لك وأنا خايف أكتر منك، وخصوصي بعد قريبة أسعد ومطير. شو بنساوي هلا؟ شو بنساوي؟ شو عم تفكر؟ الشيم 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 الشاد للبيع. الشيم 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 الشاد للبيع. لعملك هارون، معقول تكون سمعتنا؟ شو بيعرفني أنا؟ لك شو بيعرفها؟ معقول تكون كشفتني وعرفت إني بحكي ومالي أخرس؟ ما بعرف ما بعرف. اسمع هارون، إحنا لازم نتصرف بسرعة، لأنه إذا حدا دري فينا بالحارة مين خرب بيتي وبيتك؟ لك شو هالفعل هاد؟ خلص روح أنا بتصرف. ماشي. معقول يكون اللي شفته صحيح؟ لا لا لا، بجوز هو عم يشرح له ويشوبر له، فكرته عم يحكي. شبكي فهمية؟ شبكي صاير عم تخربطي وعم تعملي من الحبة قبة؟ يو اي والله شفته بعيني وسمعته بإذني. مجنوني مجنوني. شو عم تحكي لك هارون؟ شو عم تحكي؟ منيح اللي شفتك منشان خبرك شو صار يا مظهر بيك. بوشك لعند ابو الرجا، بتشوف لي لقطوهم لساتهم هربانين على الحارك. امرك سيدي امرك. يلا على الحارك. امرك حاضر. ماشيب 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 مين؟ يامو؟ ابن عمي؟ اهلا وسهلا ابن عمي، اهلا وسهلا. يعطيك العافية، فوت بدل اوعيك لحتى اعمل لك كاسة شاي، ايه؟ يلا. ما رح طول. يلي بيخون الأجل غدار نتلو جبان،
يلي بخون يرضى عليك يا أم سعيد، ما لازم تتركيها لحالها، كل يوم شق عليها لو ساعة شوفي شو بدها. إيه والله قلبي عم يتقطع عليها، إيه بس مالي قلب شوفها بهيك حالة. يوه يا أم سعيد، كلنا قلبنا عم يتقطع عليها، بس شو طالع بإيدنا غير ندير بالنا عليها؟ والله حالتها بتقطع القلب. يا علي عليك يا أم عدلي شو عم يصير فيكي؟ معكن حق، ما لازم نتركها لحالها. أكيد ما لازم نتركها لحالها، وأنا رح ساعدها على قد ما أقدر. لك تعطيها مصاري؟ ايه رح اعطيها مصاري شي كفيها الى ولبناتها. شهيرة خانو الله يوفقك، اعطيها كمان من مصرياتي، دفع بلا عني وعنك وعن اللي ببطني. تكرم عينك مطيعة. الله يكرمك يا رب. الله يجزيكم الخير. ترد علي بس ما يكون صاير معك شيء. ابن عمي انت عم تسمعني؟ شبك؟ شو لوين اخذني؟ شوفي شوفي وين صاحبني وين؟ ابن عمي والله ما عم بفهم عليك شيء، ما عم بفهم شيء. لك شو عم تحركش بالخزانة؟ قل لي شو بدك؟ لك هاي ملايتي شو بدك فيها؟ بدك يعني البيس؟ بس ما تقلي انك بدك تاخذني مشوار برات الحارة. عن جد عم تحكي ابن عمي؟ لك الله يخلي لي اياك الهي، الله يخلي لي اياك. يلا رح البس تكي تكي، ما رح طول عليك، استناني. ايه الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. يلا شو هاي سعاد؟ رجعت؟ جعت كثير بس متعود، من لما كنت صغير جعت وبردت كثير. وإذا بدك متعود كمان على قلة النوم، لأنه ما كنت نام مثل العالم والناس. هلا أنت ما لك متعلم القراية والكتيبة معي؟ لا ما تعلمت. أسعد بصراحة بصراحة في سؤال عم يخطر على بالي وحابب إني أسألك إياه. سؤال مطيع، سؤال. انت ليش هربتني؟ هيك بده مظهر بيك. شو؟ مظهر بيك؟ ايه مظهر بيك مثل ما سمعت. ليش مظهر بيك؟ شو له مصلحة اني اهرب؟ لانه ابن حلال وكان خايف عليك وخايف على كل الناس الطيبين اللي مثلك، وهو اللي فياني ورجعني على هذا الطريق. وانت ليش ما قلت لي لك اسعد؟ ليش ما قلت لي هالحكي؟ لك يا مطيع ما كنت قدران خبرك بهالشي، لك ما كنت قدران فكر فيه بيني وبين حالي. بعدين يكون بعلمك مظهر بيك رجع يشتغل لمصلحة البلد دون علم الفرنساوي. يا مو شو لابسين؟ لوين يا مهوي؟ يا مو ابن عمي بده ياخذني مشوار لبرات الحارة لنتسلى فيه. مشوار لبرات الحارة؟ ايه شو عليه؟ روحي روحي تقبريني وان شاء الله بتنبسطوا. بدك شي يا مو؟ لازمك شي؟ بدي سلامتك. يلا خلينا ياك. يلا ابن عمي هلا منتأخر.
بسيطة يا أخرس، بس ترجع منتحاسب. يعطيكم العافية. هلا اتركني من العافية تبعك. شفتهم بالحارة ولا ما شفتهم لأسعد ومطية؟ تركت الحارة ولسه ما رجعوا. معناتها ما وصلوا على الحارة. يصير خير. يصير خير. كلاب! كلكم راح تموتوا. كلكم كلكم كلكم. كلكم راح تموتوا بدالون! شو هاد؟ 500 ذهبة من شاشو؟ اشتروا سلاح فيهم. الأخرس وبياع المقشات عيني عليكم، ضبوهم وخلينا بسرعة نخلص المخطوفين إيدي لأبو الرجاء من دار الفرنساوي قبل ما يخلص علينا كلياتنا. بفهم من هالشي إن صرت معنا يا مظهر بيه. معكم مع الموت. سياح، روح جيب الأخرس وبيع المقشات بسرعة. بسليم، بسليم، أنا ماني مصدق الشيء اللي صار. معقول مظهر رجع ابن حارتنا ومنا وفينا؟ على كل حال المي بتكذب لغطاس. وانا كمان مثلك ماني مصدق، غير لحتى اشوفه عم يقاتل معنا ابو الرجاء والفرنساوي. مطيع، مطيع، لك مطيع، قوم صحصح بسرعه، صار فينا نمشي من هون على الحارة. يلا يلا يلا. وينك؟ قديش بدنا تقريبا حتى نوصل على الحارة؟ يعني ان شاء الله من هون لاول وقتين. وراك لي على قامتي، وين صاروا هدول؟ لك ولي ما يكونوا ضاعوا بالشام؟ على قامتي، لك ولي على قامتي، شو عملت بحالي أنا؟ كان لازم خليهم يروحوا. الله يجيبك بالسلامة يا رشيدة. يا خوفي يا معلم، هالبنت تكون كشفتنا وتنزع علينا كل شي عم نعمله. ها من وين بتنزع علينا كل شيء عم نعمله لك هارون؟ فشرت ببب وعينها، الله وكيلك بجيبها هي واخوها وكل عيلتها، بحرقهم حرق قدام عيوني بدون ما يرف لي رمش. قوي معلمي القوي. بفهم منك انه لا هالمره لا في حرق ولا في سلق ولا في موت، في شيء تاني ألعن وأداء رابع.
شو هو معلم؟ نخطفها من بيت أهلها، منجيبها رهينة لهون لعند مني، ونصير نسحب من عند أهلها الذهب، وبعدين أفلتها بيناتكم، هبشو وتهبيش على قلبي أحلى من العسل. أنت كلك عسل، أصلاً أنت نحلة كبيرة كبيرة كتير. هي يا عسل، بس أنا ما فهمت، ضل هون ولا روح على الحارة؟ أنت بتضل بأرضك معقود، شنو عاوزك؟ معقود؟ أمرك معلم، أمرك. قومي وليك، قومي منك إلى ألا، قوموا رسوا، قوموا! يلا! عدلية يا عدلية، قومي قومي يا عدلية، قومي! يلا! رسوا! ها! يلا! رسوا! رسوا لك! هري! هزي! هري هري هري! هزي هزي هزي! كمان ما لقيت المصاري، معناتها هو سارقه وآخذ رشيدة معه مشان ما حدا يشك فيه. العمى، ولك سرقنا هذا الواطي. الله لا يوفقك يا أخرس الكلب، لك الله لا يوفقك، إن شاء الله بشوفك مقتول. قولي على قامتي، بدي رشيدة ترجع بخير وسلامة، بدي بنتي ترجع. أخي بكل الأحوال هيك أحسن. لا طبعاً أريح، أريح للبال أريح. لسا أريح شيء لما رح لبسك شروال وبنجيب لك كسرية. شو عيب لبسك؟ لا مو عيب. لك بشير؟ هذا مو أخوك مطيع؟ والله هو بذاته. لك مطيع؟ يا مطيع. بشير؟ بتشورك لك أخي. نورت حارة يا أطلع. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. كهلين بزميل. الحمد لله على سلامتك شامل. لك اتركوا هات حكي لنا. لك روّق شوي. مين هلا بضايا فيه؟ أخي هلا بضايا بيكون اسمه أسعد، ولولا ما كنتوا شفتوني هلا واقف جنبكم هون. الله حيّوا أبو ضايا. على راسي يا أسعد. الله محيّ أصلاً. الله محيّ الرجال. الحمد لله على سلامته عمي. الله يسلمك. خذوه وطير على البيت طمن الوالدة. يلا على السريع أخي، على السريع. دير بالك على أسعد. أه بعيوني يا صياح. أسعد بأمانتك. خلاص بعيوني لا تاكل هم، روح. على راسي عمي أسعد، أكيد تعبان ومخستك. خيرات الله، رح آخذك على قرني تنام فيها من هون للصبح. على راسي. نمرة راشلك. الله ييسر لكم. والله العظيم نطف قلبي على شوفتي يا عمري، وانا كمان يا امي. انت يا روحي الحمد لله على سلامتك اخي. الله يسلمك اختي. الله يسلمك. سلامتك. شلونك يا سلامتك ابن عمي. الله يسلمك. اشتقت لك كثير. وانا كمان اشتقت لك. يلا امي تعال نقعد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك اختي. لك كيف هربت؟ مظهر هو اللي هربني يا أخي. شو عم بتقول؟ مظهر؟ هي أختي، هي. شو يعني؟ يعني مظهر طلع منا وفينا. الحب والإحساس يلي بقلبه نعدم الحب والإحساس.
حامد، حامد وفز. حامد يا حامد، يفضح عينك. مو هاي تانية. الماله ظهر يا حامد بينضرب ببطنه، وأنا كنت مفكرك جنبي كتف بكتف. يعطيك هالفرد، بس اليوم يعطيك فشكة واحدة. فشكة هالمرة يا معلم، فشكة مو نصيحة. وجعت؟ وجعت يا حامد؟ يا معلم دبني. هارون مورم عليه. حامد منا وفينا، زلمتنا اكلين سوا وشربانين سوا. حرام خطينا وجوع. قوم جيب له الحكيم، قوم قوم قوم، خليه يشيل له الفشكه من كتفه، خليه يتسبب للحكيم. كل عمرك قلبك طيب، كل عمرك حنون. يلا 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 يا هارون، عجل عجل يا هارون. كيف يا معلم يا كذاب؟ هالمرة فركت كتف. الله يلعنك يا شيطان. يا حكيم انا والله ما بدي. امانه بس يخلص الحكيم فيوني. يا حكيم شو سويت؟ والله بحبك من قلبي. صفي دمي. أنا هلأ تأكدت أنه عن جد مظهر بيك رجع منا وفينا. على فكرة هو اللي نبهنا على الأخرس وبيع المقشات. كلامك مظبوط، من شان هيك الأخرس هرب برات الحارة. لك يا جميل، نحن مشكلتنا أنه ما فكرنا بعقلنا. شو بدك تفكر يعني؟ شو بدك تفكر؟ زلمة عاجز بده مين يعينه؟ شو عرفك انه كذاب ولا مو كذاب؟ ما بتخطر على بالك؟ غشنا. والله العظيم كنت شاكك فيه، وهي جميل شاهد. بس وين بده يروح؟ رح جيبه هو وبيع المقشات. الواحد فينا صار ما يقدر يعمل خير مع حدا، شنو صار يشك بحاله. اي والله. بسيطة. ان شاء الله صحة وهنا ابن عمي. على قلبك. افتح تمك تقبرني، افتح ان شاء الله انا تقبر قلبي. انا بدك يا تعوي بدنا دورك كمان. يلا ها. اخي يا اختي، دكتور سامح شو وضعه؟ لساته عنده؟ الدكتور سامح بخير اختي، طمني. والله بيشهد علي، لو قدرت ساعده وهربوا معي ما كنت قصرت منه. الله يحميه هو والصخر. آمين يا رب العالمين. والله يا أمي، الشيء اللي شافه صخر من أول رجل ما عاد شافه بكل حياته. بخيلك يا رب، الله يحميهم. آمين يا رب. آمين. كل تقبرني كل. كمل أكلة. صيح على مالك علي. معني ابو حمدي. خلاص ست بوزك من الاقصى يا مالي عامل شيء. هلا بتعرف شو عامل. الله يوفقك. ودي لا اعلمك علي. لك فور مختار، هلا انا داخل على الله وعليك. ليش قتلت رجدي ولا؟ انا مالي قاتله. ولك لا تكذب ولك، حامد حكى لي على كل شيء. شو؟ ايه انا قتلته. قتلته بس سامحوني مشان الله، والله ما كان قصدي. لك قتلته لأنك كنت مفكر سهر لك الذهبات اللي حاطته عنده أماري، بس طلع مو هو اللي سرقك يا غبي. مظبوط. مختار سامحني مشان الله، مشان الله تسامحني. نحن ما بنقدر نسامحك،
مختار مشان الله سامحني، وحتى إذا بدكم مستعد روح معكم وقاتل رجال أبو الرجاء وكداس وحامد، أنتوا بس سامحوني ووثقوا فيني هالمرة بس. لك ما فشرت بنص عينك واحد خسيس مثلك يقاتل معنا، ولك تفوق على نص شرفك. سامحني مشان الله بختار، والله بعيدها سامحوني ما كان قصدي. صياح خذوا وسلم الكراكون. كل شيء للكراكون يا مختار، والله ما كان قصدي. قلت له يلا ولا عني أبو سليم، والله ما كان قصدي. يا جماعة صدقوني أبوس إيدكم. الله لا يعطي عافية على العبد اللي عملها. حتى لو كان كلامه صحيح واجبنا نسلمه للكراكون، وهو بيعرف شغله معه. يعني أخرس هلأ هرب من حارة لأنه انكشف. مخت الحقيقة هو يعني ما كان لازم يتجوز، هي الجوازة هي اللي كشفته. لا زواج أخرس كان كتير منيح، لأنه كان يجيبوا أخبار ومعلومات جديدة من بيت زوجته هو يسمعها. يعني أحسن منك مظهر بيك، ولا أنت نسيت أنه من زمان ما في خبر؟ هلا الأخرس كان أحسن مني؟ إيه، يعني أنت لازم تجيب أخبار؟ لحاول أعرف كل شيء. وإذا بسرعة بيكون أحسن قبل ما يفوت الأوان والمظهر بك. بسرعة. تعال عندي موريس. أمرك يا سيدي. موريس، دور على عميل جديد يكون بحارة قصب بدل أخرس. حاضر مسيو. المهم يامو رجع أخوك بالسلامة، وإن شاء الله بإذن الله بيرجع الحكيم لأهله سالم. الحمد لله يامو، بس أنا ما عم بفهم ليش لي يعمل هيك مظهر؟ ليش لي يسلم الدكتور لرجال أبو الرجاء؟ هو مو عامل له شي. هو مو عامل له شي يامو، بس يعني لما شافك بالحارة أنت وياه واقفة حط الشر بين عيونه وافتكر إنه أنت. استغفر الله قصدك يا مو فكر انه انا عم خونه؟ اي يا مو فكرك انك عم تخوني. بس يا مو مظهر بيعرفني كتير منيح، ليش هيك ليفكر فيني؟ حبيبتي انت ما بصير توقفي انت ورجال غريب، لان الدكتور غريب عنك وانت على عصمة رجال. معك حق يا مو، معك حق. الله يهديك يا رب. وقفوا يا رجال، يلا تحركوا، يلا يا رجال. قولوا يا رب. علي هون يا رجال، بلا صوت. بسرعة بسرعة.
رماك الهوى يا نايم. اهلين بضيوف ابو الرجاء، اكرام الضيف اتلو. الله يحميك يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. الله ينصركم. هذول رجال حارج يفكونا يا رب يا رب. الله ينصرهم يا رب. عم يشعل يهزوا بدنهم، ما لا يهجموا غير اليوم وانا معطوب. يا باطل يا باطل، ما حميتني انت وعايش، احميني انت وميت. وراي قولوا الله قولوا يا رب. يفتح عينك انصبتني. انتبهوا على اليمين شباب. يفضح عينكم ما اكتركم. يا أمي يا أمي. يفضح عينكم ما أكتركم، وحياة عرض أختي راجع لكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فاضل فاضل كده يا سياح.
فكوا فكوا. والله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله على السلامة. يلا قوم قوم هروب يلا. استغفر الله العظيم. شو قدامنا شو قدامنا يلا. الحمد لله على السلامة. يلا رجعوا رجاله ماتوا كلهم. ايه والفرنساوي جاي الدور جاي الدور ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. تقبر قلبي يا اخي تقبر قلبي. يا بنات تعالوا شوفوا اختكم رجعت لنا بالسلامه. مبروك مختار. الله يبارك فيك يا شيخي. ان شاء الله زواج مبارك يا سيارة. الف مبروك ان شاء الله. مبروك يا سيارة. الف مبروك ان شاء الله. وانا شو بشاني يا ابو عزو؟ ذكرني بخصوص شو؟ ما قلت لك بدي اتجوز عدلية؟ ان شاء الله بيصير خير ان شاء الله. خير البر عاجله يا ابو عزو. يا سيدي اتكلنا على الله. والله نورتونا يا رجال. اهلين عمي ابو سليم. احلى صوت. اهلين مظهر بيك. صوري يا عزو. بس يا جماعه قبل ما نحكي اي شيء بدنا نطلب ايد المحروسه فهميه لابننا صبري. شو رايك يا مظهر بيك؟ بيصير خير يا مختار. بيصير خير ان شاء الله. طيب يا جماعة خلونا نقرأ الفاتحة على نية التوفيق. يا رب سلاح يا قيوم. ليش كنت رح تفرح؟ شو يا معفاف؟ مالك ناوية تفرحينا بشي خبر حلو؟ خبر شو مرت عمي؟ عن شو عم تحكي؟ يو تفرحينا بشي ولا؟ إن شاء الله يا رب الله كريم. إيه والله الله كريم. إن شاء الله هيك بشوفوا ولادكم ولاد ولادكم عم يلعبوا هون بهالبحرة وننسى هالزعل كله يا رب. الله كريم يا مو. اي والله الله كريم. يلا يا رب اعملي لنا همه. ها ان شاء الله. خلاص خجلتيها يا مشرك. لا يا رب ما فيها خجل هاي القصه. ابو
كمان قولي خير كمان تعي معي وين؟ تعي ولا حرف ولا حرف ما تعي معي يا صبري سلمي على خطيبك الله يوفقكم لازم يصير بسرعة أنا مستحيل أنتظر على مظهر كتير فهمتي؟ لازم يموت حاضر سيدي احترامي سيدي